بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بفضل الله ومنه أتممنا بالأمس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله تعالى نأخذ صفة الوضوء والاغتسال والتيمم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي فضل سبحانه وتعالى حالي وحيد الصور لميني قابك النبي محمد تكنجر عليه الصلاة والسلام حدنا وحنا قد قلت دونا قابك ويسباتك إيو قبيسك إيو قبيسك. من يعرف شروط الوضوء؟ يا قرنية شروط ويسقاتك. شروط الوضوء يا قرنية شروط ويسقاتك. نعم تعرف؟ نعم. الأول الإسلام. مركب وضوء الرئيس هو إسلام. لماذا؟ فلو توضأ الكافر وضوء باطل. هذو قال هو يسقاته ويسقاته يسوف الله حين غني باطل. والثاني العقل، فلو توضأ المجنون فوضوء باطل والسكران من باب أولى. قفك الله شدق الله بعض وإنه قفك لي هاي مير ما إنه لي هاي هذا ما الله حين أولين هاي ويسقاته سماع صحيح. الثالث التمييز أي التفريق بين الأشياء. نعم، فإذا توضأ المميز فوضوء صحيح. مدة سد هذا واحد ويان إنه روح واحد كلا سوعي كرو دور روح أشياء كلا سوعي كرو ويسقاط يسوى صح. ثم النية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. كذب واحد كحي قال نية ذا نية ذا بوس كذونا وقلبك أفق إن لو قدر واقعي وبدعة. نعم، واستصحاب النية إلى أن تتم الطهارة، يعني لابد أن تكون النية من أول الوضوء إلى آخر الوضوء، يعني لا ينوي قطع الوضوء، يعني قطع النية في وسط الوضوء. نعم. نية قلت الله إيمانية مركب ويسقات بلا بي الله إيمانية طهارة أول كذا إلى أي طهارة قدمات. نعم. انقطاع موجب الوضوء، لابد أن ينقطع موجب الوضوء، يعني لا يأتي بناقض من نواقض الوضوء وهو يتوضأ. شردك كلي وحويان وينو مشى خبحا وحي ويسد بريني. يعني مثلا هل يصح أن يتوضأ وهو يخرج منه ريح؟ لا، ينتظر حتى ينتهي هذا الناقض وهو خروج الريح مثلا هنا، ثم بعد هذا يتوضأ. نعم. سورة قل متهي يدو أي ريح كسعطو ينو روحو ويسقادن كرم ويسد وسعون كرتهي وميا إلا أي روحو كدما يعني الريح لا يعفن والريح حق الدمكات ماضي إلا أي كدماتو مو ويسقادن كرم. وإذا كان هذا الناقض موجب للاستنجاء، يعني استعمال الماء او الاستجمار، استعمال الحجاره، لابد من الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء. نعم. ناقد كان لقوي سقادنا يهدي ويهي متك يرى بمعنى استجاء بهان وكل وكلي سحر ذي كذا وكله وحاسب اما بيد ان ليس قدقه اما ان دقح يوحي بوسك قلي كره. نعم. خروج مثلا البول والغائط، إذا انتهى من البول والغائط لا يستطيع التوضأ حتى يستعمل الماء أو الحجارة أو المناديل. نعم. هذه كسوكة ما دو سحرية كادي وحا خصب أه إنو استجوده أما أبي استعماله أما ودقحان استعماله أما تيشك يوحي بوسك قلي كرا. نعم. وكذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني مثلا على أحد أعضاء الوضوء شيء من اطلاع الجدران أو المرأة تضع على أظافرها هذا ما يسمى عندنا بالمناكير، لابد إزالة هذه الأشياء قبل الوضوء. نعم. وحاقصب أه وحلا وح شركة كهر استاي كرا بيها إن يقاران وإن لزوليو وحي شركة سارا مثال الحصو قاضي دمرك وحي عيديها مرسدان يوم مناكير بيوي قنان عيديها مرسدان وإن لزوليا سي شركو بيه وقارو. نعم. وكذلك طهورية الماء وإباحته، يعني لا يصح أن يتوضأ بماء نجس أو بماء مشروب. نعم. سيدا سوكل وحا شردي أخ إن يطاهرين بها لغو ويسقادن أيوه. بها النجاسة يبيها لصوحة ذي لغو ويسقادن. نعم. فروض الوضوء. ويسقادك فرضية ديسة أم واجبات كيسة. ما هي فروض الوضوء؟ ما هي تاهي فرضية ويسقادك. تعرف؟ نعم. ستة. وهي
الوجه مع المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. شروط ويسقاط قوالح وحوه الرياء سيدو الشيخ ليه هاي دقمدا وجهك يدو أيلا صعطه سندارسك يلغلغ يده. نعم، وغسل اليدين مع المرفقين. قعمها إلا دقو إلى لغا روح الصلاة. ومسح الرأس مع الأذنين. مدح إلا مسحه يدو أيدبوها إلا صعطه. وغسل الرجلين مع الكعبين. لغانا إلا دقو إلى أنقويدا. والترتيب لابد أن يرتب. وإليك له الرياس إذا شرعوك له الرجيس نضبه. والموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف، يعني لابد أن يكون الوضوء عبادة واحدة متصلة لا منفصلة. وإن ويسقاطك وضى صعوده أو الروح أوسنك لقوينين، يعني الآن بعد أن غسل الوجه أراد أن يغسل اليد اليمنى مثلا دق الجوال وأخذ يتكلم 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 5 دقائق ثم أراد أن يكمل هذا الوضوء، نقول لا، هذه عبادة غير متصلة، أصبحت منفصلة الآن. نعم، مثال هان قف وجهك ودقي كدمنا تليفونك أصوى دعي تليفونك يبقوها الله إلى 10 دقائق أوكله هدنا وحو دمعين وقعمها دقيتها صورة ماءها. نعم، نواقض الوضوء وحيابها ويسد البرية. نعم، من يعرف؟ الذي لا يعرف نواقض الوضوء قد يكون وضوء باطل وهو لا يدري. قفك عن قرنينين ويسد وحيابها برية هذا ويسد سوى وكبر يسدان قرنين وحبرنية. مهم جدا أن نعلم مبطلات الصلاة ونواقض الوضوء. نعم، وحمهم ما إنه نبرنه ونقرنه محا ويسد البرية يمحا صلاة كاتبية وبرنية. نعم، الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل او الدبر مطلقا. وحوه الرياء وحكى صوبحا خر يا جدال بمعنى دبر كي يفجر وحكى صوبحا ايا وشد برية البول كاذبة الغائط سحردة الريح أرطة الديدان دحرقة حصى قروحة امر الحير دم ديق مذي مديدة سنتين. مديدة واثقة أنا بونو في إن شاء الله أو ماني أما مديدة معروف كيسنا. نعم. هذا أي خارج من السبيلين ناقض للوضوء وحكست والله بدأ تتكسر بحياة ويسدوا بريا حيض نفاس ديقة حيض كأي ديقة دلمضة. نعم، الثاني زوال العقل مد الله بضح عقل الروح إنه زوله أو الروح واشه بنوم عفوا يعني إنه هرداء عقل يكون زوله يعني يزول عقله بنوم وردين وكزوله أو إغماء أما ميردبول أو الشكر أما يعني سكران والروح محوها هاي يدئن وحيابة عبا سكرامية أو مخدر أما وحيابة مستحدثة مندورية. نعم، فإذا زال العقل يعني لا يدري عن نفسه فهذا معناه أن وضوء باطل هدو الروح عن عقل جيسا انتقض وضوء هدو الروح عن عقل جيسا زوله إلى حتى نفتي سبوك كلاجرن ويابا تاسوا ناقض قيمة وحيابا ويسد بريا. النوم ليس بناقض للوضوء. هردد الله فأهان تيرو ويسد ما بريسو. لكن هو مظن لخروج الريح لأنه لا يدري عن نفسه لو خرج منه ريح لا يدري. لكن هو ميل لقوم رأينا يو إن قفك إسبو مركب من ده سبو قبطه إن الريح كتمادو. فإذا كان يشعر بنفسه حد النفس يستريمي كرو غلبه النعاس ويشعر بنفسه لول ما كغالب نقطه لكن وازدريم اياه فوضوء صحيح، واذا لم يشعر بنفسه حتى ولو كان هذا النعاس لحظه فوضوء باطل. حدي ويسوى للمونيا وازدريم كرو ويسدي سوى صح، لكن هذا ازدريم كرو ويسدي وابريسا. من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور. ويسدي وحيابري وحكم اذا هلب كقيره الا عنه. فاذا اكل لحم الابل هلب كقيره هدي وعنه. نعم، وكذلك الردة لأنها مبطلة لكل الأعمال. إذا تاسو حلم إذا سدى سوق لقفك إن الإسلام فكر يدوبه عياذا بالله منها. نعم، إذا الخارج من السبيلين وحكى صوب حلم هذا الشد وزوال العقل عقل غير نزوله وأكل لحم الجزور اللي بقيله إن لعنه والردة لأنها محبطة لكل إسلام إسلام كإن لقفه دوبه. أما مس المرأة مس الفرج تغسيل الميت هذا ليس من نواقض الوضوء. هو إذا تابشر إذا بقمضى ميتك وثالث
مس المرأة وين إذا تابشت هذا ومس الذكر حب أنت ترك إلا تابته الصحيح أنه ليس بناقض الوضوء سدى الصحراء وسدى مبريان نعم صفة الوضوء قابل الله ويسقاطه ينوي بقلبه قلبي قمر خوري كن يوني ثم يسمي يقول بسم الله كدي بسم الله يبو أورانا يا ثم يستحب له أن يغسل الكفين وحلوصني لبضع يعني على علين ودقه ويغسل الكفين وجوبا ثلاث مرات إذا استيقظ من نوم الليل هدي وروحها بينك متكس وقعه لبضع كفين ودقه وواجب ثم يأخذ ماء بكفه اليمنى كذب النبياء يوقع عند يعني كفتي سميرية القاضية ثم يدخل الماء في فيه أبقى أيوبي قشنيا ويسحب الماء بمنخريه وكذبنا قصي سعسين يا لبدي سندرير ثم يدير الماء في فيه ويخرجه أبقى أيوبي ساوريتنيا وصوصاريا ثم يعني يخرج شيء من الهواء من منخريه ويساعد ذلك بيده اليسرى سيدا عادة أقدرنا يساوي وروح وافيت سنيا حفنا من ماء بيده اليمنى قعدت من البوبيسة وعن تبين يا يتمضمض ويستنشق يسحب الماء من خرية وكل قلوقنا يا وانا قسم درسنا وانا صوصار يا كدي يدير الماء في فيه ثم يخرجه ثم يستنثر بأن يخرج الماء من خرية بمساعدة اليد اليسرى بيوه أو أفكر دشري وكل قلوقنا يا فكوري كنا يا وانا قسم درسنا كدبنا قعدت ذلك بكوفي سنة يا ثم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا كدي وجه ودقيا تقبضوا حي كبل أبنى إسا حلقة إتموه كبل أبنى إلى حلقة دكة حلقة نعم ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرض إلى لغا قارو حلقة لغاها شحمة كان اللو يقنع عدو ذير إلى حلقة ووتي يقول نعم وما استرسل من اللحية إيو تقبضوا محوة هايو دكة نعم ثم يغسل الكف اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين كذب من قعد من قبل قبل بلابا يا هل كانوا قصر بلابا إلى وكجارو حسوا لبا اليد اليمنى ثم اليسرى مركوه هو قعد من كذب من قعد بليه ثم يمسح الرأس كذب ماذا مسح يا يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى وحكب الأبيا فودا ألكن حكب الأبيا إلى وقلاك جارتنا وسوع لنايا ثم يدخل سباحتين في صباخي أذنيه لبلا فر مردسو أيود له قلنا يا ويمسح بالإبهام ظاهرهما سولشة الكارا وحكم الصحيا دجها دبر فورا نعم ثم بعد هذا يغسل الرجل اليمنى مع المرفقين كذب لو فرقة يا لوك مدي إلى لجارو هو هاي ويخلي ويخلل الأصابع رجل بخنصره فرها لديه سنة فريرد نساء قلنا يا احضر فرح نعم. احضر اليمنى ثم اليسرى ملكتا كذبنا بيد احضر ثم يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كذبت أخني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام نعيد مرة أخرى مركلا فعلينا ينوي بقلبه قلبي مفر كني يسني يسمي إلهي بمقعابي يا سبحانه يستحب له غسل الكفين وحلصني إنه مخ ولا بدأ دعم دقه يتمضمض يستنشق يستنثر واللغلغنا يا وداتنا يا وفي سنة يا يغسل الوجه وجهه دقيا ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى مع المرفقين كذبنا قعدت مدي تم بدي يدو قصير للقبة ثم يمسح الرأس مع الأذنين مضح ومسح يدو لقه للقبة ثم يغسل الرجلين مع الكعبين كذبنا لغه أيو دقيا إلى لغير قوية نعم صفة التيمم قال فالله قبل قبيسته ينوي بقلبه قلبه كان يوني ثم يسمي يقول بسم الله بسم الله يروح ورانا يا ثم يضرب بباطن الكفين على الأرض كذبنا لبدي سعى على الروح وصاوه قراعيا سواء كانت الأرض من تراب وحاسما نقولك إنه إيها يعيدة أو طين أما إنه يتهي الضوابو أو رمل أما إنه إيها يبضاء يدقاء يعني مع شيء من الماء آه. أو صخر أو حصى رمل أما بعادك أما تقح صخر إيش أما تقح أما محوة هايو أما ميل سبسبة إذا ينوي بقلبه قلبه كان يوني يسمي إلهي ومقعابة يا يضرب ضربة واحدة بباطن الكفين هل مربو قعميسة ونفني يدلك ثم يمسح الوجه
وجهكم الصحية وظاهر الكف اليمنى قعنتها مديك حق إذا ماشان ظاهر كاف وظاهر الكف اليسرى إيه بذحدة دبر كذا نعم ينوي بقلبه قلبه كان يوليا يسمي الله مقعضيا يضرب ضربة واحدة على الأرض هل مربوط صاوب الفريا ثم الوجه وظاهر اليمنى وظاهر الكف اليسرى وحكومة صحية وجهها قعنتها دبر كذا وقف دبر كيسة إيه مدة بذحية مدة بذحية مدة بذحية صفة الاقتشال قاتل الله قبيسك الاقتشال على صفتين لما قابل اللوق بيجتا صفة مستحبة كاملة وصفة مجزئة قيب نواقيب وصنع لما يسترن أه قيب نواقيب كاقودة يقبيسك نعم الصفة المجزئة قيب تقبيسك كاقودة يسا ينوي بقلبه قلبه بروحه كنيونيا يسمي إلهي بمقعابيا ويعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة شركي سو دمو بيها ودا غارسينيا الى تيمها هوستودا او بيها غارسيو بيها تيمها بدنا مقوير مع المضمضه والاستنشاق يدو اي لا سوتو لغلوقشاي سن دارسي ينوي بقلبه ونيوني يا مركوري يسمي بسم الله وورنيا يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفه والكثيفه دمان شركي سف محو هاي ايوبيها كودا عميميا او تيمها سلكودا بيو غارسينيا مع المضمضة والاستنشاق يضع لصعك إلا صندر صلى الله عليه وسلم بعد هذا انت لا يحتاج إلى وضوء يخرج بهذا الاغتسال ويصلي انت كذب وحوي سقاط وحو مضهنا وصبح يا وتكنية النوع الثاني من اغتسال اغتسال كامل مستحب هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم نوع اللبات قبيسك وقبيس كما يسترن وولبا سنوتا وانا قابت النبي محمد قبيسك عليه الصلاة والسلام يقسل الفرجين القبل والدبر مركو روحو ميليا لا يعني هوريا قدال ينوي بقلبه قلبك كنيونيا يسمي الله مقعابيا يقسل الكفين لبدا على البودقيا يتمضمض يستنشق ويستنثر واللغلغانيا وصندرسانيا وفنسانيا يغسل الوجه وجهه ميريا ثم اليد اليمنى مع المرفقين جعلت مدك الى حصول الله يجاره ثم اليسرى مع المرفقين بدحنا الى حصول هذا ثم يغسل الراس يروي بالماء مع الاذنين مدح ايو اد ودقيا يدغوها الى سعدان ثم يغسل الشق الايمن كاملا ثم الشق الايسر كاملا لنا عودة بمكرة دقيا يدا دم يسيران هذا دنك بده ثم يغسل رجلي لقوه دقيا مرة أخرى مرة بعد يغسل الفرجين القبل والدبر وحمكرة دقيا فرجك إيو حق دمبه ينوي بقلبه واني قلبه كان يونيا يسمي بسم الله بورنيا يتمضم يغسل الكفين لبدا على البدقيا يتمضم يستنشق يستنثر لغلق شو سنداس شو في شو يغسل الوجه وجه ميريا ثم اليد اليمنى قعنت من البدقيا ثم اليسرى بدح البدقيا ثم يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين مضح آب البدقيا بيهنا كبوحينيا إلى دلهنا ويقولوا البدقيا ثم الشق الأيمن كاملا ثم الشق الايسر دنك مديك يا دنك بدحنا والوميريا ثم يغسل الرجلين مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى كدبنا لبض الوضوء دقيا مد مديك يا مد بدح ويخرج بهذا ويصلي لا يحتاج الى ان يتوضا سيدا سوقو صباح يا وسقادنا وبهنا نعم عندنا آداب قضاء الحاجة يعني آداب دخول دورات المياه هذا هو حال الشيخ كور رمي دونا قابك مسقولها لو آداب مسقولها لوغر الأصل أن الإنسان لابد له من ستر العورة وحقفت لك مرمان أيوة هاي إن عورديس هو أذكره فإن كان يدخل في هذه الحمامات المبنية الحمد لله يدخل داخل لا يرى أحد نعم يغلق عليه الباب مسؤولها هذا ينور بسن مدالوين خدس الروح مركة وقلو لب ما عندنا ما أركيسه وإذا كان في الصحراء مثلا يبحث عن شيء يستر من عين الناس جدار أو شجرة أو سيارة مثلا هذه أميل بنان توقه يعني بنان أي تهي وإنه الرأس هذا وقه يسكو أسكره جيد أما إنه شيء يسكو أسكره مركز على الغرباء وإن لم يجد يبعد يكون بعيد هدان تنوي يسكو أسكره وفقاني يا قفتي نعم لا يأتي الحاجة البول الغائط في مكان يؤذي فيه الناس كما الصحرون يكبر حاجة قدرنا يوم ميل دفع وكل بيوم ولو كان كفار أو أهل بدع حتى هالنقضان قال أنا أهل بدع هالنقضان
فلا يمكن أن يأتي الحاجة في الطريق وضدك مصلحة رونكرة في المساجد مساجد قديه هذا في أماكن جلوس الناس أو انتظار الناس مثلا انتظروا مثلا الباص الباصات نعم الميلة هدتكو أي فريستان أما حتى يقواريد كسر السجادة وكلها أو في أماكن يستظل فيها الناس أما ميلة تدقو أي هرصدان تحت الأشجار المثمرة جيدها مرها مرها له ومرها لقى أنع في هوستوضا لا يكون في الماء الراكد الواقف الذي لا يجري بيفر يكما كما كاتيو نعم أيضا يختار مكان لأداء الحاجة لا يكون صلب لأنه لو كان صلب يرتد الرشاش عليه وإنه مشى وكل حاجة جودين يقدر تمل أي صورة قلت هاي إنان كادي دي آني دي بغوص واللابن يعني ميل قلالان أو ديال كادي دي سيدة لقى حسيب سبا وكالي أي كادي دي بغوص واللابن إيسا وإن لم يجد إلا مكان صلب يدنو من الأرض هداو هيري كرن ميشا والمويه للكو آدو قدواريا يحرم عليه البول قائما إلا بشرطين قفك إنو استاكو كاتشاي وحرام وحان لبشر تكاء هيدا يعني يصح البول قائما بشرطين أما سيدس أتسك الله دقو إن استغلقك تاي وبنانت هاي لبس ارتمك يوضطو أن يأمن من انكشاف العورة إنو الروح آمن كي هاي أو رديس إني فيدنتو الله أركو ويأمن من ارتداد الرشاش عليه الروح إنو آمن كي هاي إنك هذا قصو الله بطو توفرت الشرطين يصح أن يبول قائما وإلا يحرم عن البول لبدا شرط هدير له لو استاغ ولوكا شكرا دال هلنا وحرام لا يدخل الى دورات المياه بشيء بالقران او كتب العلم مسقولها لما جليو وحكم اذا قرانك اما كتب علمك وينقطع عن ذكر الله وقف وحوك استاغ يا كبا يا سيد الله سبحانه وتعالى وينقطع كذلك عن كلام الناس لا يتكلم الا للحاجه دتك الله الله يمرك وحاج جودين يو إلى ظروف إنك أنت موي قبل أن يدخل يقول بسم الله أنت أنا قل نفوس قفك في ورنا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دعاء معروف أتقانان إله يو وحن كامل قال يا شيطان كيس الله كيس تدقى نعم ويقدم الرجل اليسرى في الدخول مركب مصوص غير هي لغت بذلك واستعمالها واليمنى عند الخروج ويقول غفرانك مركب وصوبح يا لمدك بكصوبح يا يسوغرنا إله ويد مداف نعم إذا انتهى من البول أو الغائط مركب وروح كدما لما هذوك هذا أما السحر هذا يجب عليه أن يطهر المكان وحواجب قوه إن أميش طاهريه نظيفيه إما باستعمال الماء وهذا واضح بين إنه بيكو استجوده أو باستعمال الحجارة أو المناديل أو القماش مثلا أو الأخشاب أما إنه استعماله نحن استعماله أما إنه استعماله يبوسك وذي قلي كرا نوما لأن نقول حان استعمالنا تيشسك أي ورقة وقلي يشترط في استعمال الحجارة والمناديل أن تكون طاهرة وحالو شردين استعمالك نحن تأيو كشير وحالو شردين يا إني طاهريين ولابد من ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل هذا أقل شيء وحلق الرام قف قوة إنه استعماله يصدح لقحان أما صدح تيش وغيران نعم إلا إذا كان الحجر كبير أو المنديل يعني كبير يستطيع أن يمسح من هنا مرة مثلا من هنا مرة ومن هنا مرة نعم هدو لو جوية هاي وصدح في هذا لغا استعمالي كرو وأنصحيا أما أوتيش كوية هاي يصدح أن لغا استعمالي كرو نعم فإن انقطع أثر البول والغائط بثلاث أحجار بثلاثة مناديل اكتفى بالثلاثة نعم هذه النجاسة هذه رأي كوكو أضو سيد أحضار أدحان أم سيد أحضار سي تيش وكوكو أفتومي وإن لم ينقطع ويحصل الطهارة للمكان يزيد الرابع الخامس السادس حتى ينقي المكان هذه أي كافين ويدو سيد أحضار أدحان أم سيد أحضار تيش وزياد سنية إلى مشى وطهريه كيف يعرف الطهارة والنقاء؟ سيف روح كوكرا كرا إن أطاهر نقضي أما مشى أي نجاسة كبوضي يرجع المنديل أو الحجر جاف ليس فيه أثر لا بول ولا غائط نجح مركو استعمال يوم مثلا كانوا جدا بيوم وكله وحوصو نجح يوكو أركيا إنو سن سوق قادم وح راتك كاذا أما السحر هذا رات كذا فإذا حصل النقاء بعدد زوجي
استحب له أن يقطع على وتر، يعني حصل النقاء ورجع المنديل جاف في المنديل السادس مثلا، يزيد السابع استحبابا حتى يقطع على وتر. هذه صدح هذا الحال أما صدح تيش أي كوجو آن ومعناها أي قطع وروح قطع النقض وأوقف لله الحمد. هذه الزيادة وبهرو وتر يعني ترد وتر جاء يكوجو جنيا. يحرم عليه أن يستعمل المصاحف أوراق كتب العلم الحديث مثلاً، نعم استعملها في قطع النجاسة. وحروح حرام كأه إنه مسقش أو استعماله إنه يسقط طهريه مصاحف القرآن وراقه هذا إيو كتبته أهل العلم وأي قرآن وراقها يكوبين. نعم وكذلك طعام الإنس وطعام الجن. سيدا صوك للرشين كإنسي للجن قبا لو ما استعمالك رؤي اللي سطاهرية كذلك طعام دواب إنس وطعام دواب الجن. سيدا صوك للرشين كنحوها هايو حولها أنقو أن رقرنا يحولها تنفو إذا قدام بإن لو استعماله سيدا اللي سطاهرية لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قفك مركب وحاجة قدرين القبلة أنا ما نقابل وما ندبر تهدين أيو. نعم أيضا أقسام نأخذ أقسام إزالة النجاسة عن الثوب. وحن هذا بلادي دونا قيبها لغو النجاسة اللغة طهريو نركة انتبه معنا. نعم إذا وقعت نجاسة على الثوب هذه النجاسة الدركة. نعم كيف تزيل هذه النجاسة؟ سيد أزول كرتان نجاسة دل. تزيل هذه النجاسة إذا كانت نجاسة مخففة يعني نجاسة سهلة الإزالة. نعم وحد أزول إذا نجاسة حتى يفرضها هاي المذي. سيد المذي ذا أوكله المذي هو سائل ليس له لون كالماء يعني مديد وشيء صعونية يخرج عند التفكير أو النظر أو التقبيل مديد وحي تمادا حلق الروح دي حولها عيارة أخيرة في فكره نجس ونجاس ناقض للوضوء ويشد نواب رساء حتى ينقطع هذا أي المذي لابد من غسل الذكر والخصيتين سيؤق أضاء وحال الرباء يعني مديد أسير حتى يغسل ايش؟ يغسل الذكر والخصيتين. إلى أقام ميرو حبين ترنكا يلا بدا حنين. وإذا وقع على الثوب قلنا هو نجس، لابد من إزالة هذه النجاسة عن الثوب. هذا مرض مديد قادو وحلق مرمان يدنا إلا دقو ميشاس إيقادي. فماذا تصنع؟ إذا نزل على الثوب ترش الماء فقط رش. نعم. وحد يليس هذا مرض قادو بيوم بالغور شينا يوم كليتا. نعم. إذن هنا إزالة سهلة رش فقط. نعم ومد الفضود لقمة يدق أما البول أو الغائط أو دم الحيض أو النفاس. نعم هذه النجاسة كارثة هي أما أي سحرة هي أما ديقة حيث كأوياي إذا جعل الثوب ترش الماء وتعصر. نعم إن بيها ترش بيسا كدبنا وارمتي ريسا يعني سيدي وحلو دقي عادي قاعد يعني الآن دخل هذا إلى دورة المياه هنا وجاء على ثوبه شيء من البول. خشوا قليل وصاب حيد ولبكي سايك هذه يعني قادي يأخذ المكان الذي أصاب البول يرش على الماء ويعصر ثم يخرج يصلي. ماشي ودي خشوا يا ومتير يا كده وقت كنيا. نعم هذا ما يتعلق بإزالة النجاسة عن الثوب. أنت لو أنت لك لي قابك نجاسة اللغز ولي لك. أما الكلب إذا ولغ في الإناء إذا أراد الشرب ويشرب بإخراج اللسان فماذا نصنع بالإناء؟ هذو أيه عرف في سؤال تقليه محافظ من الإناء لابد من غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب وحلق مرمان أهوال تقليه لدقط دبتر مرفع بوهر سعيد بالغنقية يعني يضع التراب يغسل بالتراب ثم بعد هذا يغسل ست غسلات بالماء مرفع بوهر سعيد سويل في قنقية كذبنا سلح جيرو بيه قنقية. نعم دائما
أكثر ما يكون من وساوس تكون في الطهارة. أنت بدن وسواس كوكا إيمانية طهارة. نعم، والشريعة جاءت لقطع الوسواس. شريعتنا وحي أوتيميد إن أي وسواس تقويسو. الوسواس من من؟ يا وسواس كقدعة من الشيطان. يكي ماذا عفوا يكي ماذا شيطانك؟ لماذا تطيع الشيطان ولا تطيع الرحمن؟ محاد شيطان هو أطيع صدر الرحمن هو أطيع ويدي. أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم وياكم منهم ليس لديهم وساوس. أهل السنة والجماعة أكثر وساوس معها. نعم، فيأتيك الشيطان بالوساوس حتى يفسد عليك العبادة. شيطان فقو إيمانيا وسواس فقول إيمانيا سئو كذا فسهادي وعبادة. وسئل بعض السلف، سلف قال في وحل ويدي ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عباداتك، يعني لا يوجد عند اليهود والنصارى سجود سهو، ليس عندهم وسواس أبدا. محاد عي أو يهودي النصارى مكي عبادي سنيان أن وسواس هو إيمانين بمعنى يو سجود سهو ما إلها. قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخارج. وحول الشيخ سمحو شيطان كفليا قلبي سقب خربنا بابا سنة. أعمالهم كلها خراب. أعمال شهدن وبابا ماذا يصنع فيها الشيطان؟ هي فاسدة أصلا. إذا فاسدة يمحوك فليا أعمالك لأنها صالحة يريد يفسدها عليك بالوساوس. أعمال شهد وأعمال في عوي رب الله سبحانه وتعالى وكل شيطان دوره إنه قابس هذه. فماذا تصنع؟ محاط قبل مركها تترك الوسواس. وسواس سقطها. بعض الناس يظن أن لديه سلس بول. ذلك قاركي وحي موضيان إن يكالي لك صعطه وهو ليس فيه شيء وحبا إيسو وصل قبين يقول لا يخرج مني قطرة بول. يعني ودعو لي وحا كادر على يصر إلى التميد. نقول هذا ليست ببول، هذا أثر غسل الذكر بالماء. وحن الكادر مئهي وراتك بيه أذكر بقضي ذكر كادا فبنت هذا. يقول لا أنا أنتظر أحيانا في دورة المياه ربع ساعة وأحيانا أقفز وأحيانا أصنع حتى أنزل. وحليه هاي مثلا الخصوص الضرو إلى 15 من سنة ودقة الخصوص كل حشرة يا أنت بل وحان لقى يا ميرة يا وذكر كيجا. من قال لك تصنع هذا؟ يا سيدي كوير سمير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من العلماء لو أن يسير النجاسة يعفى عنها. علماء وحي إلى هذه الحلم مكمل يا هاي نجاسة ير والعفية. نعم، لو كانت هذه قطرة بول هذا يعفى عنها. حضيتها وحني لبعير والعفية. جاء رجل إلى الإمام نعم ابن عقيل رحمه الله تعالى. ابن عقيل بني وجبت. فقال يا إمام إني أنغمس في اليم، يعني يدخل بكامله في البحر أو في النهر أو في برميل من الماء. قال أنغمس في اليم ثم أخرج وأرى أن مني شيء لم يصبه الماء. وحول يرى إمامه بيان تحتين بنايا بركتها النقطة بركتها النقطة وبي بيان تحتين بنايا وأن صواب حياة هدنا وحن دليم يبتلك ما يتمنى ربيه قاري مري. ماذا علي؟ محان سمايا. قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك، مثلك لا يصلي. وحول يرى وحن أركيا أضوك له ما تكري صلاة قمرها. قال ولما؟ محاد عيب. لماذا لا أصلي؟ محاد تكنوي. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم. مجنون. وحوي النبي محمد عليه الصلاة والسلام سدح قف ولا قرف يي تكليفك. نعم، أنت إما أن تترك الوساوس وتكون مع الله سبحانه وتعالى أو تكون مجنون وتبقى على الوسواس. ماذا تختار؟ إلى لبحة ربا ضد حيسا إلى الوسواس كتكتت وضرب بعزة سبحانه وتعالى أما إلى نقطة الروح والم حصل إليه. نعم، يكبر الآن للصلاة وحقصه بحنة طهارة هذا الصلاة دو استغياء وتقوي سنية ثم يأتي الوساوس. هل هو متوضئ أو لا؟ خيدان ضمته من الوحرية ورنيه هو يستغطي. لو خرج من الصلاة آذن حضيه الصلاة وقبح الروح وادن بابيا توضأ وبعد الوضوء خرج من الوضوء وشك هل مسح الرأس أو لا، لو رجع وتوضأ فهو آذن وسوي سقاطي مثلا
شيطان باو خوي ورنيه ومدخ ما ادان ميرين حدو لافته او اطيعوا دنبابيا اذا جاء الشك جاءت الوساوس بعد انتهاء العباده لا ترجع الى الوساوس اطلاقا marka aad ibaadeysato ibaadada gudato hadaa hadu shaki ku yimaado warka hadagaysan sida ku socdo na'am idhan na'khudh al'an asbab sujood as-sahw waxaan hadda gudagali doonaa asbaabta keenaysa sujood as-sahwiga asbab sujood as-sahw thalatha saddah sabab baa keenta ziyada salaadu inay ziyada gasho naqs salaadu inay nuqsaan gasho shak أمين وشفي ماذا؟ إذا هذه أسباب سجود السهو يزيد سد حدا شيء با كينا أسباب سجود السهو أو نقص زيادة إيه النقص أو شك أما شكي الزيادة إذا كانت عن سهو مجرد ما تيقن أنه قد زاد يقطع هذه الزيادة لابد قفك هديو من كشك يوم مجرد شك أي تهيد إنه رحون زيادة يعني زيادية سلاد ديسة الرنكاس يعني واتريا أو ميليو قام للركعة الخامسة في صلاة الظهر مثلا ركعة ركعة سنات بصلاة الكوة إستاذي قفك وعندما قام تيقن أنه في الخامسة مجرد ما يتيقن لابد أن يجلس ركعة سنات بو إستاذي صلاة الظهر حديو تاو يقينيي مركب واتريا وصول الله بنيا نعم النقص نوع على بعض ونقص إلى نقصان فإذا ترك ركن من أركان الصلاة الصلاة باطلة هذه الروح قد تغطيك من ثلاث صلاة ثلاث سوى باطل حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن إلى أفضنك أولي ما تكدبنا أركانتك الأولي ما يعني في الركعة الثالثة تيقن أنه في الأولى لم يقرأ الفاتحة والفاتحة ركن يصغر رقعدة سدحات تابن باوبع حصوصتي إن أنا فاتحة أخيين رقعدي اللباب وحا واجب هو ركن غير سعودي فماذا يصنع؟ يصنع هنا يرجع الى الاولى ولا بد تيهرو كل قنيا يقرا الفاتحه ويتم الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه نعم ركعه يبو كل قنيا وصو اخيرا يا فاتح هذه يدو تكن مركز كوي كرا دميسريا اذا كان النقص والترك للاركان الصلاه باطله حتى ياتي بالركن وبما بعد الركن. هذه وحا لغتي اي تهي ركن كما اركان الصلاه وحا خسر انه اركان تغتي وسعريه والا صلاه باطله. نعم واذا كان الترك للواجبات هذه وحا لغتي اي تهي واجبات في حال ان صبر لي سهوا سهوها لغتي فالصلاه صحيحه صلاه ويسجد للسهو. صلاه سوى صحيح وسجود للسهو. نعم. طيب القسم الثالث الشك كيف استحاض وشك قاه الشك عندنا ينقسم الى قسمين في كل العبادات انا عرفت ان الشك هو لبقي مدعو قسم عبادات فؤدن ان ياتي الشك بعد الفراغ والانتهاء من العباده شك قايل لما الروح مرق وغفر عباده فؤدن هذا لا يلتفت اليه اطلاقا وحكى السوقات مراكز شك بعد الوضوء لا يلتفت اليه ويستغاث الدبو الشكيي وحباك سو قادم شك بعد التسليم من الصلاة لا يلتفت إليه صلاة من الغبح الشكيي وحباك سو قادم شك بعد الطواف عندما خرج من الطواف شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط لا يلتفت إليه مركب وطواف وقود ماذا الشكيي وحباك سو قادم كبر ثم شك هل هو متوضئ أو لا لا يلتفت إليه صلاة وحدي وشكيي وحباك سو قادم إذن كل شك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه شك والبؤمان يا عبادة كذا دنها كقلي لكن لو تيقن 100% هذا الشيخ الآن قال أنا 100% صليت الفجر بغير وضوء هنا يعيد الصلاة هذه الروح يسوي يقين سيه بقول كيف بقول إنه الصلاة دي سبحت كذي ويسلآن صلاة وسعيلنا يا مكايدا إذن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا لكن هذه الروح أي شك وانتهي هذا عبادة يستيب أحبها بس وقد أنا سعيلين قد يقول قائل قد تكون صلاتي باطلة نقول أنت تأثم لو أعدت الصلاة قبل أن أرى صلاة هو باطل أما أقول لنا مرك ورنيه أداء دنباب إذا تسوعي لسمر لبات نعم إذن هذا الشك بعد الفراغ من العبادة لا التفت إليه الشك يقول نوع صوقلة صوقات مالها إذا كان الشك داخل العبادة هذه هو الشك ويمادو عبادة قده يدوك ويمادو ننظر وإيقنا إذا كان هذا الشخص كثير الشكوك يقول دائما أسجد للسهو في كل صلاة هذه الروح والشك بدن يهمر والباء وزا وزا ولا يمنيه نقول أنت موسوس وحتى يقف وساس بدن باطهاي لا تلتفت لهذا الشك
شكينا وكله وحدنا كجيل وليس عليك سجود سهو تسهل الوقوف معها وتكون دائما فعلت هذه الأشياء التي شككت فيها وتكون إيش يعني الآن دائما يشك هل يصلي ثلاث ركعات أو أربع ركعات نقول له دائما أربع ركعات لديك أوكي هذا يمر بما دام عشان كسنت هاي وده ستح مس أفر مياه مر بيني أفر تاو قاضو لأنه موسوس هاي لو توسوس لو بطاي نعم الثاني قليل الشكوك يعني نادر ما يسجد لسجود السهو نادر ما يحصل له شك قفكني قفك اللبات وقفك الشكيجيس ويريهي فهذا نقول لابد أن ترجح كان وحلين لهي وحلق مرمانا إلى رجح ذوك كالبادي سو شكيقة فشك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات وحوكو شكيجي ما وحد فكتين سدح ناس أفضل فكتين أيهما ترجح كيف ترجح يسا قال أربع ركعات نقول اجعلها أربع ركعات وتسجد للسهو ما دام وشكيجي سيرا وحلين لهي أفر محوها هاي ورجح قال أرجح أنها ثلاث ركعات لا أربع ركعات رأيه؟ يرجح أنها ثلاث ركعات لا أربع ركعات أفضل يعني وحو الرجح يرجح ثلاث ركعات أو الثاني هذا حالة ثاني الحالة الأولى رجح أن أربع ركعات أجعلها أربع ركعات واسجد للسهو الآن الحالة الثانية يرجح أنها ثلاث ركعات لا أربع ركعات يجعلها ثلاث ركعات وأتي بالرابع واسجد للسهو مد الله بعضه وحكشك يسدح من مسافر وحلينا هاي سدح رجح مد هذا الله يمو نعم وإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل حدان أبتي سو حبا أن أكل بدنين وحوي البصلاة كل سيا أو يقيسين هاي مرة أخرى مرة لبعض الزيادة متى تيقر أنه زاد يقطع الزيادة زيادة الروح ومرك ويقينيو إن سلادي سأي زيادة الشيء زيادة وترية وسعلمية أما النقص أما حق النقصانك إذا كان النقص للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن هذا النقص يقول تيرش الصلاة دا قفك سيوحى لك المارمانا إنه تيرك السعري وإذا كانت باطلة وإذا كان النقص للواجب فالصلاة صحيحة إذا كان عن سهو هذا النقص يقول واجبات الصلاة دا صلاة دي سواصح وحانك بياس الزهو نعم الشك شكك الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا تفت إليه وحانون إذا الشك وهدوه ما دو مك عبادة كفار غضير وحصو قد ملع الشك داخل العبادة الشك يقول دعي عبادة قده هذا كثير الشكوك لا تفت إليه قفك الشك إذا فراغ بدن دن يسنفق لمسوات كالشك قليل الشكوك نينك الشك يجيسو يري هنا يبني على ما ترجح وحو قد السياحة بما يسأو يسأو حوجيو لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل حتى نفس وحبو حب حب لبدر يعني سدح أنا أفر عن حب وعين شكل أغير بصلاة كل سيارة ويسجد للسهو وحو الله يمنى في الزهو الله يمنى يصح أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام إنه قبل السلام سجود اللي يماد أما بعد السلام البضوع صحيا يكبر وتكبير سن يسجد وسجود يا يقول سبحان ربي الأعلى أذكرت اللي يغني وأخونا يسبحان الأعلى ثم يكبر ويجلس حتى أنا وصف وفرسان إياه يقول رب اغفر لي وحورنا يا رب اغفر لي وحورنا إياه ثم يكبر ويسجد حتى أنا وصف وسجد إياه يقول سبحان ربي الأعلى أذكرت وأخونا إياه ثم يكبر ويجلس وصف بارا وصف وفرسان إياه ثم يسلم وسلم وصف إياه هذا هو سجود السهو سجود السهو أتقنى وأنت أسوأ لو سهى في السهو حدي إسلا ساوي يجيب لفتر وكسهوية سهى في سجود السهو سجود ساوي لفتر يجيب وكسهوية يعني عندما جلس قال التحيات لله ثم تنبه هنا ليس التشهد نعم مركب وصافر استعاد أقليها درواب لا. لا شيء عليه يسلم ولا شيء عليه لب ملاه تسليم والله أعلم صلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم وجزاك الله خيرا